لكننا مرضى بالأمل وعاطفيون. كان هذا السطر اقتباسا من نص لمحمود درويش، لكنني أجزم أنه لم يقصد العاطفية التي نتلقف بها خبر موت إليزابيث ثم تنهال الرحمات عليها. ربما هذه ليست عاطفة بل سذاجة. من برنامج على السوشيال بحلقة جديدة، أنا محمد علونة، نحييكم. في هذه الصور نرى عاطفية الشعوب العربية، وضع عاطفية بين مزدوجين، وكيف انهالت الوداعات على الملكة بالفور، أقصد بالتأكيد على الملكة إليزابيث، ملكة المملكة التي أعطت أرض فلسطين مقابل اختراع قنبلة، حيث قام حييم وايزمان الكيميائي اليهودي الذي أعطى بريطانيا طريقة متقدمة في التخمر الصناعي المطلوب لإنتاج مادة الكوردايت شديدة التفجر لترد عليه بريطانيا بإعطائه أرض فلسطين، وذلك على لسان آرثر بلفور، وبهيك صار وعد بلفور، يعني انباعت فلسطين من قبل شخص لا يملكها باختراع متفجرات. أبو مازن وعد العالم العام الماضي أن هناك عام واحد. مدير، شفت لنا وين راح نصور الحلقة الجاي؟ بدنا يا بعكا يا بحيفا يا، يعني شوف الأحسن جو وخلنا نصور فيها. وانتبه العام، ماذا سيقول يوم 23/9 في الأمم المتحدة؟ انتظروا هذا، ولن يكون كلاما هذه المرة. ألو؟ شو يا جماعة الخير؟ ضبيتوا الأوعي والأغراض؟ يلا بدنا نلحق بدنا نلحق. أهم شي تنسوش السن بلوك، أنا بقدرش أنزل بدون على فلسطين. طيب، مع مين نازلين؟ في الباصات؟ لا يا جماعة الخير، كله فل ولا تذكرة، فلسطين كلياتها العالم رايح عليها، الدول العربية كلها حاجزة. يبدو لازم ننزل قبل بيومين، بدنا نلحق موعد التحرير اللي حكى عنه فخامة الرئيس، غير هيك ما بزبط، ما بنلحق. إن أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام واحد لتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67، ولا رح نلحق على التصريحات اللي بتستخف بعقولنا من عشرات السنين. حرمان من الأولاد، محاكمة، اعتقال، قهر، وكل هذا بسبب أنه صحفية مارست عملها. يبدو أنه دولة الاحتلال هشة لدرجة أنها لا تتحمل نشر صورة على الفيسبوك للشهيد النابلسي. لربما في كل دول العالم المخابرات جهاز من أجهزة الدولة، إلا عند الاحتلال يبدو أن الدولة جهاز من أجهزة المخابرات، عقلية أمنية تستحق لقب عش الدبابير. لكن يبدو أن العقلية الأمنية ليست حصرا على دولة الاحتلال، يبدو أن شبكة ميتا هي الأخرى ذات عقلية أمنية، حيث وثق مركز صدى سوشال أكثر من 360 حالة انتهاك للمحتوى الفلسطيني في شهر أغسطس 2022، تضمنت حسابات الصحفيين والنشطاء، وفي عدد انتهاكات هو الأكبر منذ بداية هذا العام. وتوزعت الانتهاكات التي رصدتها صدى سوشال عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كما يلي: جاءت المنصات التي تديرها شبكة ميتا في أعلى المنصات ارتكابا للانتهاكات بواقع 232 انتهاك على منصة فيسبوك، تنوعت ما بين حذف منشورات وتقييد الوصول ومنع النشر ومنع استخدام بعض الخصائص زي البث المباشر. وبوضوح أكثر، لو حابب تجرب جرب، نزل منشور على الفيسبوك أو الانستغرام وبتحكي فيه مقاومة ومبروك عليك البلوك، وجرب نزل منشور بتحكي فيه عن إرهاب الفلسطينيين في تل أبيب واحتمال بعده مبروك عليك الصح الأزرق. بالعادة وبميزانية أي مؤسسة بيكون في رقم هيك مش مستاهل منسميه نثريات، لكن لما يكون رقم 2000 دولار شهريا هو رقم النثريات، معناها المش نثريات يا ترى كم بيوصل؟ مش مشكلة. ويبقى السؤال الأيقوني المطروح دوما، بدكم وطن أكثر ولا نثريات أكثر؟ أنا بدي ابني لا سمح الله، ابني استشهد يكون عندي، أنا بدي أشوف ابني، بدي يوصيني ابني، بركي ابني بده يعطيني وصية، بركي بدي يحكي معي، بدي أشوفه، بدي أحضنه. يبدو أن الأماني أيضا تأخذ شكلا غير الأماني في فلسطين، فعندما نسمع أن أمنية أم الأسير هو أن يموت عندها لا عند الاحتلال، نعرف أن الاحتلال بلغ الزبا. الأسير ناصر أبو حميد مصاب بالسرطان ووضعه حرج جدا، كما نقل شقيقه محمد مجددا عن مضمون التقرير الطبي النهائي الصادر عن المستشفى حول حالة الأسير أبو حميد الذي أكد على المرحلة الحرجة جدا التي وصل لها وانتهاء محاولات العلاج. وعند انتهاء محاولات العلاج تأخذ الأماني منحا آخر.
من عدل الاحتلال الظالم أنه يقسم العذابات دوما بالتساوي. فأيضا الأسير سامر مطر محكوم بالسجن 13 عام وقام بعملية في البروستاتا ويتناول 93 حبة دواء أسبوعيا ويشتكي من قرحة ومن القولون، وإدارة السجن تماطل في إعطاء جلسة علاج. أما الأسير علي صبيح المحكوم بالمؤبد و35 سنة يعاني من عدم وجود أي أسنان بعد اعتداء قوات اليمام عليه في عام 2012 عندما ضربوه على فمه. هل رأيتم عدالة الظلم كيف تسري؟ لربما أني وصلت لقناعة، كما أن للبيت ربا يحميه، أيضا للأسرى رب يفرج عنهم ويجازيهم. והצ'קמוקים האלה נכנסים ויוצאים מתחת המנהרות, יורים ועושים מה שהם עושים, וזהו, זה נגמר. אתם תראו אותם רוב הזמן בורחים. תרגו אותם בורחים. صراحة الفيديو ما كان مفاجئ، كلنا عارفين انه هذا هو الوجه الحقيقي للمحتل. للعلم ايضا تم نشر هذا الفيديو على سبيل انه الجمهور الاسرائيلي يشوف الضباط المتدينين كيف شدة بأسهم في الجيش، لانه هذا الضابط اللي بيعطي هاي الخطبة العصماء هو متدين ما تم ترقيته في الجيش فاستقال. فتم نشر هذا المقطع انه شايفين مين الشخص اللي خسرناه. هل ظل في حدا بده يستفسر عن موضوع المدنيين الاسرائيليين وبده يناقش فيه، ولا الصورة هيك تمام؟ حيني من 67 إلى الآن 55 سنة، والله في 55 سنة ما شفت إسرائيل ضعيفة مثل ما هي الآن، وما شفت إسرائيل مهزومة مثل ما هي الآن، ليس من قوة العرب ولا من قوة الفلسطينيين، وإنما من ضعف الإسرائيليين من داخلهم ومن قوة الشعب الفلسطيني اللي قاعد على هذه الأرض. مناسبة جديدة واستقبال من عشائر أردنية للشيخ عكرمة صبري، فعل يدعو للفخر وهو مدعاة لأن يحذو العالم العربي كله حذو هذا الفعل. ونقول مهما طالت الغيبة في ثوابت لا تتغير، في أشياء زرعت بالقلب من ربنا وزرع ربنا دوما يثمر مهما تدخلت السياسة لإفساده. انسحاب إسرائيلي تحت جنح الظلام من غزة، وكانت هذه أولى الصور بعد إتمام الانسحاب. وكما قال محمود درويش: نظلم غزة لو مجدناها، لأن الافتتان بها سيأخذنا إلى حد الانتظار. وغزة لا تجيء إلينا، غزة لا تحررنا، ليست لغزة خيول ولا طائرات ولا عصا سحرية ولا مكاتب في العواصم، إن غزة تحرر نفسها من صفاتنا ولغتنا ومن غزاتها في وقت واحد. وحين نلتقي بها ذات حلم ربما لن تعرفنا، لأن غزة من مواليد النار ونحن من مواليد الانتظار والبكاء على الديار. في أيلول وقبل 17 عاماً تم إنهاء وجود الاحتلال في غزة، تم فهم المعادلة الموزونة، تم ضرب المثال. هل نعقل بعد هذه السنين ونتدبر؟ لربما إلى أن نفهم المعادلة وتعمم التجربة. دمتم بفهم، دمتم بقضية.